التستوستيرون هو الهرمون ديال الذكوري، الهرمون باش تيمارس بنادم مع مرتو مع صاحبتو مع هادي فهمتي، الهرمون باش تيخدم ديال التستوستيرون كيولي مجهد. عندك ولاد الثمانينيات ما عندهمش القذف السريع، ولاد اللي ولد 80 ما عندوش هذا القذف السريع، لانه داكشي اللي كان كياكل صحي وكيمارس صحي وكلشي صحي. ولاد التسعينات حتى هما نجمو منه. عندك ولاد الفايل الفوق القضيه مشحره شويه، الحياه راه متعلقه بهذا الشيء ديال الجنس. غندخلوا في موضوع اخر، وهو اللي عنده القذف السريع اللي كيعاني هذا الشيء، راه ما فيهش الحشمات ولا ما فيهش حاجه، اللي كيعاني من المشكل ديال القذف السريع هذاك راه ما تسناش تكون عنده لحيه. بالنسبه اللي ما عنده لحيه وعنده القذف السريع، يتعالج من ذاك القذف السريع، راه هو اللي كيسبب ليه باش ذاك الهرمون ديال التستوستيرون ما كيقدرش يطلع ليه. فبالنسبه للحيه ديالي اخويا ما نكذبش عليك، اللحيه خصو يعرفوا بعدا الناس واحد القضيه، هذوك الناس اللي كيقولوا لي راك مركبها راك دايرها راه ماشي اللحيه ديالك هذيك، راه الموسطاش ديالك هذاك، راه سميتو هذيك، راه اللحيه ديالي هذيك، ماشي قضيه سميتو هذيك، راه اللحيه حيدتها، اللحيه ديالي هذيك كتنوض ليا هكاك، والموسطاش حتى هو راه تينوض ليا هكاك. علاش؟ راه كيما قلت لكم انا ولد ازرو، ولد ازرو كيما قلت لكم في ذاك الفيديو ديال هويان، تيستيستيرون مجهد عندهم. حنا في الحي ديالنا هنايا، حنا ولاد البلاد هنايا، ولاد البلاد التستوستيرون مجهد عندهم اصاحبي. واللحيه فاش قلت لك التستوستيرون شنو هو التستوستيرون؟ التستوستيرون هو الهرمون ديال الذكوري، الهرمون باش تيمارس بلاد مع مرتو مع صاحبتو مع هادي فهمتي، الهرمون باش تيخدم ديال التستوستيرون كيولي مجهد. وفاش كتخدمو انت مثلا يوميا كتمشي كتقصر بداك الهرمون كيتخوى، ارى اللحيه كتولي عندك قليله خاويه ناقصه وما كتنوض على شحال. فاش مثلا كتولي مره في شحال بحالي انا دابا مثلا ما كنفسدش، انا ما نكذبش عليكم انا ما كنفسدش، فهمتي ما كنفسدش، انا داكشي ديال الفساد وداكشي ديال سميتو ما كنفسدش، والهرمون ديال التستوستيرون طالع عندي مجهد. وفين كيخرج؟ فين خاصو يخرج؟ البلاصه اللي خاصو يخرج فيها ما كاينش فيها، كيخرج هنا في اللحيه. الهرمون التستوستيرون كيقصد ديريكت اللحيه، كتحيدها اليوم غدا كتنوض لك، كتحيدها اليوم غدا كتنوض لك، وكتنوض وكدير داك الهيجان وداك وكدير لك داك الزغب الغليظ، فهمتي داك الزغب الغليظ في اللحيه ديالك، وداك المستاش الغليظ، راه اللي شتي عنده داك المستاش الغليظ ولا عنده داك الكودرون هنا، واخا حسن كتحس باللحيه ديالو عنده داك الكودرون هنا، وداك الشيء راه الهرمون ديال التستوستيرون مجهد عندهم. ها القصه ديال الهرمون ديال التستوستيرون ديال اللحيه هي متعلقه بالهرمون ديال التستوستيرون. وعندك عاوتاني المشكل ديال اللحيه، حيت واحد المجموعه ديال الدراري كيقولوا لك راه كي غندير باش نبت لي اللحيه، راه محتاج اللحيه. اللحيه بعدا اللحيه راه متعلقه بهذا الشيء ديال الجنس. غندخلوا في موضوع اخر، وهو اللي عنده القذف السريع اللي كيعاني هذا الشيء راه ما فيهش الحشمات ولا ما فيهش حاجه، اللي كيعاني من المشكل ديال القذف السريع هذاك راه ما تسناش تكون عنده لحيه، هذاك ما غاديش تكون عنده لحيه نهائيا، لانه الهرمون ديال الذكوري عنده، كاين عنده الهرمون ديال الذكوري ولكن ضعيف، كاين عنده الهرمون ديال التستوستيرون ولكن ما عندوش اعلى درجه ديال 80% 90% ديال الهيجان عنده ولكن ضعيف. هذا عنده القذف السريع، ما غاديش حتى يتعالج من القذف السريع، تعالج من القذف السريع وديك الساعه غادي تنوض لك اللحيه، وغادي الى عندك المشكل ديال القذف السريع، الا عندك المشكل ديال الحياه ما عندك، راه عندك المشكل ديال القذف السريع، ولا عندك المشكل ديال ضعف الانتصاب خصك الدواء منه. راه هذا الموضوع والله العظيم الا هذا الموضوع الا كان بغي نهضر عليه، وكنشوف المجتمع ديالنا دابا مثلا في المجتمع المغربي راه واحد المجموعه ديال الناس مساكن مرض بهذا الشيء، وكاين الحل. المشكله دابا مثلا القذف السريع ولا ضعف الانتصاب الا عندك راه كاين الحل، راه خصك تقلب على العلاج، راه ماشي سميتو، راه خصك تمشي تقلب على راسك. خاصة دابا مثلا قلنا مثلا القذف السريع، دابا الأغلبية ديال الشباب دابا ولاد 2000 مثلا، دابا عندك ولاد 80ات ما عندهمش القذف السريع، ولاد اللي ولد 80 ما عندوش هذا القذف السريع، لأنه داكشي اللي كان كياكل صحي وكيمارس صحي وكلشي صحي. ولاد التسعينات حتى هما نجمو منه. عندك ولاد الفايل الفوق القضيه مشحره شويه من خلال المسببات ديالو، راه فيه العاده السريه، راه حتى العاده السريه دابا راه كيتعطاو ليها مجموعه ديال الدراري، راه هي المسبب الرئيسي. عندك ولاد الفايل الفوق راه هي المسبب الرئيسي ديال هذه العاده السريه، الا ما خليتيها ولا تمارسها بعدا على الاقل واحد المره في 15 يوم ولا واحد المره في السيمانه، خصص ليها واحد الوقت، ماشي يوميا انت بالليل الكشه كتنوض الوالده ديالك كتقول لك اش هاد الخنونه، كتقول لي اش هاد الشيء داير ليا في الكشه، كتقول لها راه الخنونه شد روح بالليل وانت مهيجها 4-3 يوميا في ذاك العمر ديال 18 عام 19 عام 20 عام، راه البليه هذيك، وهذيك راه كتسبب لك، كتوصل واحد 27 سنه كتسبب لك القذف السريع،
وداك القذف السريع هو اللي كيدير لك الضعف ديال داك الهرمون ديال التستوستيرون كيهبطوا لك حتى 30 درجه. وديك الساعه انت فاش كيكون عندك 30 درجه ديك الساعه كتولي انت باغي اللحيه ما في 27 26 ما عنديش اللحيه ما عندي هذا الشيء. لا ما عندك ضعف الانتصاب والعلاج ديالو راه كاين. بالنسبه للعلاج ديالو راه كاين واحد المجموعه ديال الاطباء راه صرحوا بالعلاج ديالو. راه غتكون حلقه خاصه غادي نوري لكم بالصوت والصوره وبسميتو وبعض الامكانيات غادي نوريكم المسببات ديالو العلاج ديالو. غير هو بخلاصه بالنسبه اللي عنده اللي ما عنده اللحيه وعنده القذف السريع يتعالج من داك القذف السريع راه هو اللي كيسبب ليه باش داك الهرمون ديال التستوستيرون ما كيقدرش يطلع ليه اللحيه. هذا الشيء اللي غادي نقول. والعلاج ديالو راه باين. العلاج ديالو راه هو العاده السريه ما ديرهاش وان شاء الله راه غادي يطلع لك الهرمون ديال التستوستيرون وغتكون عندك اللحيه. ما متعلقه لا ببرودوي لا بالزيت لا بهادي والو. عطي اتساع للعاده السريه وعالج راسك من داك القذف السريع اللحيه غادي تهيج. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.